اولا لا يجوز لبس الباروكه اللي الصلع ما في شيء مو عيب الصلع خاصه الرجال تكلم عن الرجال زين الصلع جمال صح والله صح زين اول مره ادري على كل حال فالصلع ليس عيبا فلذلك لا ينبغي الرجل ان يستحي من الصلع هذا الامر الثاني يستطيع زراعه الشعر في بدائل لكن لا يجوز لبس الباروكه لا يجوز لبسها واذا اراد الوضوء يجب نزعها حتى يتوضا قدام ورا نفس الشيء هنا.